قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، هذا هو حقه جل وعلا، أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. فحقه يتضمن أمرين، يتضمن فعل العبادة والقيام بها وإفراده سبحانه وتعالى بها، والبعد عن الشرك، أن لا يشرك به شيئا أي أي شيء كان. والنكرة في سياق النفي تعم أي أي شيء من الشرك، قليل أو كثير، صغير أو كبير، لا يشرك به شيئا، هذا هو حقه سبحانه. حقه على عباده أن يعبدوه ولا يشرك به شيئا. وإذا عرف المسلم من هذا الحديث ومن دلائل أخرى أن هذا هو حق الله على عباده، فما واجبه؟ إذا عرف المسلم أن هذا حق الله على عباده، والكلام واضح، قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، ما الذي يجب على المسلم نحو هذا؟ تأتي الأمور السبعة التي نبهت عليها في بداية اللقاء. فيحب هذا حبا عظيما ويتعلم، كثير من الناس لا يتعلم التوحيد ولا عنده وقت أصلا حتى يتعلم التوحيد، مشغول بأمور ما تنتهي من ملهيات الدنيا وفتنها وصوادها وصوارفها إلى أن يموت وهو في شغل، ما عنده وقت يتعلم التوحيد الذي خلق لأجله وأوجد لتحقيقه، ما عنده وقت يجلس ليتعلمه إلى أن يموت، يموت وهو ما تعلم التوحيد، لا يدري ما هو التوحيد ليعمل به ولا ما هو الشرك ليحذر منه. فإذا عرف المسلم أن هذا حق لله على عباده وأن الله خلقه لأجله وأوجده لتحقيقه، فيجب عليه أن يعطيه وقته تعلما ودراسة وتفهما ومذاكرة. حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. أن يعبدوه هنا تعلم العبادة لتفعل، ولا يشركوا به شيئا تعلم الشرك ليترك. في كل الأمرين لابد من التعلم، لابد من تعلم العبادة والتوحيد لا يعمل به العبد، ولا بد أيضا من تعلم ومعرفة الشرك ليحذر منه العبد، كل منهما لا بد فيه من تعلم. الحق يعرف ليعمل به، والشر يعرف ليجتنب، كما قال من قال تعلم الشر لا للشر ولكن لتوقيه، فإن من لم يعرف الشر من الناس يقع فيه. يقول حذيفة بن اليمان كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألونه عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافته. فالشر يعرفه الإنسان ليحذر منه. وقد أفرد غير واحد من أهل العلم كتبا في الكبائر، والغرض من هذه الكتب عد الكبائر واحدة تلو الأخرى، الكبيرة الأولى الشرك، الكبيرة الثانية القتل، الكبيرة الثالثة الزنا، الكبيرة الرابعة السرقة، ويعدون الكبائر ويذكرون على كل كبيرة ما يدل عليها من آيات وأحاديث. لماذا يؤلف الكبائر ولماذا تعد الكبائر؟ ما الغرض من ذلك؟ يتعلمها الناس ويعرفونها لتحذر. ولما انصرف الناس عن تعلم هذه الأشياء وقعوا فيها، وقعوا في الشرك، وقعوا في الربا، وقعوا في الزنا، وقعوا في محرمات لا حد لها ولا عد. ولو أنهم أعطوا من أوقاتهم للتعلم، معرفتها، معرفة عقوبتها، معرفة خطرها، لا نهاهم هذا العلم
عن وقوع في هذه الأمور. ولهذا ابن الجوزي في كتابة تلبيس إبليس كتاب مفرد يبين المداخل والطرق والوسائل التي ينفذ منها إبليس على الإنسان. لماذا تشرح هذه الأمور؟ مثل أيضا إغاثة اللهفان، لماذا تشرح هذه الأمور؟ حتى يحذر الإنسان. في مقدمة الكتاب قال كلمة في أقل من سطر لكن رائعة جدا، قال إن في تعليم الشر تحذيرا منه، إن في تعليم الشر أو في تعلم الشر تحذيرا منه، فالإنسان يعرف ليحذر، يعرف ليتقي. وقد قال أحد السلف كيف يتقي من لا يدري ما يتقي، كيف يتقي من لا يدري ما يتقي، كيف يتقي الشرك من لا يدري ما هو الشرك، كيف يتقي الربا من لا يدري ما هو الربا، وهكذا. فالتعلم لا بد منه. حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، إذا هذه الجملة تكون في مقدمة أولويات الإنسان في تعلمه وعمله. فاعبدوا الله، حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا.